السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج والصلح خير. هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الجيران والصلح بين الجيران. لأننا في هذا الزمان للأسف الشديد أصبحت العلاقات حتى في داخل الحارة الواحدة وحتى ما بين الجيران هي حالة من العداء في كثير من صورها. كيف يمكن أن نتعامل مع الجيران هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم ويسرنا وإياكم ويشرفنا أن نستضيف معنا رئيس هيئة علماء فلسطين الشيخ الأستاذ مصطفى شاور أهلا وسهلا فيك شيخنا وبكم وبمشاهديكم حياك الله أه شيخنا الكريم حقيقة موضوع الجيران والجار هذا مطروح كثيرا وحث عليه الإسلام كيف يمكن أن ننظر من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى إلى هذه العلاقة علاقة الجيرة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ونولاه نقول حي هل بكم ونسال الله عز وجل ان ينفع بحلقاتكم. منزله الجار في الاسلام عظيمه جدا اذ قرنها الله عز وجل بالامر بعبادته وببر الوالدين كما جاء في سوره النساء في ايه رقم 26 قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شو المأمور الثاني وبالوالدين إحسانا إحسان. ومين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ومركة أيمانكم تختم اللي ما بقوم بهالواجبات أو بهذه التعليمات ابتداء بقمة الهرم العبادي واعبدوا الله ولا به شيئا وبر الوالدين والجيران وحقوقهم قال ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يعني صنف من لا يقوم بحسن الجوار بالاضافه الى عباده الله الواحد القهّار والبر بالوالدين والاحسان اليهم وجعلهم تاج على رؤوسه على راسه انهم من الذين قد يعني تنكبوا الجاده تنكبوا الجاده. كذلك الاحاديث النبويه المتكاثره هذا رسول الله يقول يا جماعه من كثر ما كان الزن سيدنا جبريل في اذني عن هالجيران حتى ظننت انه سيورثه ما زال جبريل يوصيني بالجار منزله الجار كما يقول المثل العامي آه عليك بالجار ولو جار وجارك القريب انفع لك من اخوك البعيد مصطلح حقيقي وهكذا لا. في ماشي آه ورساله السماء أتت من أجل إشاعة المحبة بين الأقرباء كيف؟ في سورة اسمها الشورى وآية 23 فيها مقطع بقول قل يا محمد اللي أنت عم تدعوهم إلى هذه الهداية السماوية أنه أنت لا تريد مكسبا ماديا ورائهم إنما تريد أن تشيع المحبة في بينهم قل ما أسألكم عليهم قل لا أسألكم عليه أجرا وهذه أبلغ سياق بسموها نفي نكرة في سياق عموم قل لا اسالكم عليه اجرا والله ما بدي شيء بتفرحوا قلبي ان تعمل او ان تشيع الموده بينكم قال الا الموده في القربى نعم هذه الايه يستشهد بعض الناس فيها على وجوب محبه ال بيت النبي وليكن لسنا في خلاف في هذا الموضوع فالنبي وذريته الصالحه على على العين والراس ولكن ليس لها حقوق سياسيه يعني حقيقه إنها ليس لها اي حقوق سياسيه على الامه زائده والنبي اعلن صراحه حتى نرد على بعض المذاهب التي يعني تتاجر بحب ال بيت ال رسول الله اللهم صل عليه ليس لهم اي حق سياسي في الامه هم كسائر الامه ان رد الامه ان تعطيهم الامره كان بها والا فلا هم يعني رعيه من الرعاية تبقى الموده هي العامه بس, بس لا لا هون شو ان اشاعه الموده بين الاقارب وطعام الاقارب بالمراتب المتعدده سوف نكتشفها في آية النساء ها آه. أن تشيع المودة هذه غاية ما يفرح الأنبياء وهذه علامة نجاح الرسالة الإسلامية والدينية في تحقيق أهدافها أنا كيف 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 العلاقات بين الأقارب بس الأقارب بالمعنى الواسع نعم. ها آه. تبدأ وقرب نسب قرب آه. زماني وقرب زماني قرب وأنا وأنا في ظن حتى الأقارب تعم تعم اهل الصنعه مع بعضهم بعضهم اقارب نعم. احنا للاسف انا اقولها حملت الفكره الاسلاميه الواحده للاسف نقول ماله هم اقارب بحكم انهم يحملون هما واحدا فصائل العمل الوطني جدلا جدلا شو مالهم؟ يعني يحملون هما واحدا فلماذا لا نبحث عن القواسم المشتركه؟ لماذا لا تنظر عيوننا الا كالذباب على أسوأ ما نجد؟ شيخنا احنا, على كل احنا يعني في ايه النساء لفت انتباهي انه عدد انواعا للجار يعني بالنص لمن ينبغي ان تحسن اليهم دعونا نقرا الايه وانا ان وتمتع بايش بها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هي اول مامور وهو تاج الفرائض التوحيد طيب وبالوالدين احسانا المرتبه الثانيه بيجي كمان وال والجاري عفوا وبذي القربى الان قربى نفهم القربة ليست فقط ماله يعني سكنا ها في عندنا درجات للقرابة وكلهم واجب الإحسان إليهم بل قبل ذلك كف الأذى عنهم كف الأذى عنهم ماشي اه وبذي القربة واليتا إيش كمان بعديها القربة إيش كمان هنا واليتامى هذه فئة المجتمع ينبغي أن يلتفت إليها والمساكين طيب إيش كمان والجار ذي القربة والجار الجنب قالوا الجنب معنيين إيه؟ اما ان تكون الزوجه وهذا محمود وللاسف والله عندنا نوع من احيانا نقول التسلط على النساء بغير حق يعني مثلا الله بوص عليها هذا من معانيها والجاري, والجاري الجنوب الجنب قالوا ايضا رفيق السفر ابن السبيل له حقوق الضيافه ويبات في طبعا بيقولوا بعض العلماء انتشار الاوتيلات او الهوتيلات في بلد المسلمين الظاهره مش طيبه بحكم انه الاصل المسلم وين محل الف واحد بتنافس عليه الا تحل في داري ويكرمه هذا محمود ملحوظ هم. على كل نعود فيه نقول انه هذا الشيء موضوع مهم جدا يعني شيخ مهم حقيقة جدا حقيقة حقيقة يعني الجار له حقوق عظيمه وكثيره والاسلام شنع على من يؤذي جاره اسمح لي ان نتكلم بعد الفاصل عن عظم اثم من, من اعتدى على على جاري اعزائي المشاهدين والمشاهدات فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في هذه الحلقة من برنامج الصلح خير. نحن كنا نتحدث حول موضوع الجار وقلنا الجار وان جار. نرحب مرة اخرى بفضيلة الشيخ مصطفى شاور رحمه وسهلا فيك. حياك الله. مم. شيخنا يعني الاسلام حقيقة شنع تشنيعا عظيما على من يعتدي على جاره وجعل لذلك اثما كبيرا ينتظره عقاب يوازي هذا الاثم ان لم يرتدع هذا الانسان. كيف نظر الاسلام الى هذه القضيه؟ الاسلام عظم من حق الجار حتى جاء في حديث انه لو انت سرقت عشر سرقات من اباعد ها في الاثم تفوقها سرقه بيت جارك مره واحده. نعم. يعني رعايه لحقه رعايه ايش؟ لحقه. آه الإيمان ينفى عمن يؤذي جاره والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من يا رسول الله خاب وخسر قال من, لا من لم يأمن جاره بوائقه يعني شروره وآثامه ماشي هذه يعني شيء خطير جدا المؤمن يعني أن يعقل أن جاره له حقوق في القرآن والسنة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الى هذا الحد كانه احد العصبات لك او يعني من اصولك او فروعك الى هذا الحد منزلته نعم وبالتالي خطير جدا من يستهون اذا اجاره النبي اللهم صل لم يرتضي لم يرتضي ان نؤذيه بقتار قدره ريحه الطبيخ نعم يا بني اذا سويت شيء للدارها الله يرضى عليك دير بالك اوعى تخلي اولاد الجيران يعني يشتهوها إن فعلت ذلك أعطيهم منها ادخل بالسر إلى هذا الحد من رعاية الحقوق فعلا هذا دين يعني يحقق السعادة للعالمين انظر حتى الجار لو كان غير مسلم قال النبي كان يعني يزور جيرانه اليهود حتى التعزية مشروعة التعزية مشروعة يقول العلامة الذي أنصح بمتابعة دروسي وحلقاتي وقناتي محمد الحسن الددو الاسلام علمنا نروح نعزيه بموته بموت يعني اقاربه لجارنا اليهودي شو نقول له؟ قال هيك بتقول له كلمه موهمه الحقه الله باهل دينه يزعج منها اليهودي ولا آه نعم. منها النصراني وانت لو تروح على جنه ولا نار ليش ليش نجيب كلمات مالها اللي يعني بتغطي المعده مثلا ننتقي اطايب آه. الكلام اي نعم نعم آه. إن يعني حتى الجار وان كان يهودي هذا عبد الله بن عمر مثلا عنده مره هيك كانت ذبيحه ذبحها فاوصل جزار يحط كما بده يوزع على يعني اقاربه وجيرانه قل لا تنسى جارنا اليهودي نعم الان هو يعني الاسلام يا اخوان في اجواء السلم اخلاق الدعوه عندهم تودد للاخرين ذلك اقرب للتقوى من جرى الدين ان شاء الله تعالى نعم صحيح. وان لم يكن هذا ما له أخلاقنا هذا ديننا هذا ويكفي كما يقول حضرتك, حضرتك وفضيلتك قبل قليل عندما قلت نفي الايمان واي شيء اعظم من ثلاث مرات لا يقسم, يقسم لا يؤمن لا يبي واقسم والله لا يؤمن والله يعني تستغرب انت قد تظن ان القضيه عظيمه ايه وهي عظيمه في جانب التوحيد مثلا آه جامع نعم لا والشرك فاذا بها بحق الجار لكن لا يامن جاره بوائقه يعني الان نجد لها صور كثيره حقيقه يعني بتلاقيه مشغل هالمسجل على العالي مزعج الحاره يكب نفاياته باب جاره يزعجه من, ب... من صور الإيذاء الجديده نعم. وجود الدواب الحديثه يعني بالدواب السيارات سيارات. آه يجب ان تراعي انه جارك له باب داره ما تسوي سيارات سيارتك امامه نعم هذه صوره من هذا حقه نعم. هذا حقه ماله وحماه و... ثم وهكذا. ثم مثلا صوره من الصور واحيانا حتى الدواب القديمه نعم. لك واحد مربي حمام والرائحه وال... والفش والحشرات يعني قياسا وال... على أو أو قتار أنا. قتار القدر كل هذه تندرج بها من باب القياس فيها دكتور يعني وشيخنا الفاضل حقيقة إشكالية التعامل الجيران إذا حدثت مشكلة إحنا بتلاقي جار ما بيحكي مع جاره لأنه الأولاد تقاتلوا جار مقاطع جاره لأنه النسوان مش متفاهمات مع بعض هل هذا يعني يعني حقيقة مقبول ولا كيف يمكن أن أه أبعد ما يكون عن أخلاق الإسلام عبد الله مبارك بيروى عنه علم قصة إنه جار أجا لجاره إنه ابنك والله يعني أساء صاحب البيت استفسر من ابنه ابنه بريء قال ومع هذا خلي جارك يجي اه وصيح ان انت على ابنك قدامه حتى تحسسه انه انت يعني ما كذبتوش وانه كنت يعني بالواجب وبعد ما ينصرف لاطف ابنك ولا ابنه مشيها مشيها حتى ماله رعايه حق الجار حتى لو كان غير يعني دقيق في كلامه مثلا فاذا مهمه جدا هذه ماله انه الانسان مش فقط انا بدي كمان العائله كلها تكون متواده مع عائلته هو إذا استشعر الإنسان مخافة الله وأنه يتعبد الله عز وجل في, في علاقته مع جيرانه ستجد أنه كثير من المشاكل قد تختفي طبعا هذه بسموها الإسلام أو يعني العبادات التعاملية في الإسلام هي معيار صدق يعني الإيمان في الإسلام معيار صدق الإسلام أنك تكون في معاملاتك عباداتك التعاملية مع الناس ممثل الإسلام تؤثر بالناس احنا نقول اخواننا بلاد كاندونيسيا اضخم بلد اسلام سكانيا ما ذهب له جندي ذهبوا له ناس تجارا او هكذا. احدثوا في هذا التغيير فالناس تتاثر بالنموذج الحي المتحرك اكثر من الكلام النظري والمسطور قد يظن قد يظن البعض ان المطلوب منه فقط ان ان يكف شره عن جاره أو أن يأمن جاره بوائقه كما ورد في الحديث نحن بنقول أظن أن المطلوب ليس أكثر منك هذا من الناحية السلبية أنك ما تأذيه هذا, هذا الحد الأدنى لكن هناك درجة الإحسان والأعلى أن يكون إيجابيا مع جاري. طب تنشوف الحادثة ونختم بها إحنا عايشين في سنة 120-130 للهجرة مين كان يعني مالئ الدنيا فقها أبو حنيفة أبو حنيفة نعم وين في العاصمة بغداد له جار يهودي وطريب على آخر نفس وطول الليل مزعج سيدنا ابو حنيفه بكي بكم ليل وبضل يرد بيتين الشعر اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهه وسداد ثغري اه كاني لم اكن فيهم وسيطا يعني انه صاحب منزله ولم تكن نسبتي في ال عمري سيدنا ابو حنيفه يعني منزعج منه ما راح له قال له يا ابن خفف صوتك في ليله من الليالي فقد هالبلبل راح على صلاه الفجر رجع قال والله روح فقد عليه دق 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 وين جارنا؟ قالت مرته اخذوا العسس شو مسوي؟ العسكر اه ابو حنيفه رغم انه يهودي فكيف لو كان هذا السعان يهودي ومسلم أو مسلم او عفوا جاره مسلم تضاعف الحقوق له راح يعني بجاهه منزلته <applause> وزير الشرطة، مدير الشرطة، قال له هذا بكفالتي يعني هذا بكفالتي أنا يعني خلاص أنا ماله يعني فرجع به قال له أضعناك يا فتاة أضعناك يا فتاة نعم ها قال فحسن إسلامه أسلم الرجل وحسن إسلامه إذا الإحسان أسرع الطرق للوصول إلى الجنان الجنان هو القلب وإلى الجنان الجنة أيضا نسأل الله إن شاء الله عز وجل نتخلق بهذه الأخلاق الرفيعة نعم يعني العالية يعني يعني إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا الله يكرمك يعني الحقيقة هي الموضوع الجيرة مهم لذلك قالوا الجار قبل الدار ونحن اقرب يعني نحن وجيرتي لابي دلف بألف دينار نعم و و ونحن اقرب الى جير الى جيراننا منا الى اقاربنا بالدم قد يكون احنا يعني بجوز الواحد اخوه يشوفه بالشهر مره لكن جاره جاره جارك, يراه يراه جارك كل القريب والاخو نعم يعني حقيقه كلام رائع وكلام موجه نسال الله انه يعني يستفيد منه هالامه وهالناس وانه بده كل واحد يدير باله على جاره يتفقد جاره مش بس احنا ما بدنا نقول لهم تاذوا جيرانكم لما بدنا نقول لهم لا تفقد كما قلنا في المجتمع المسلم المنفتح ها جارك غير المسلم يجب ان تفرح به لعلك تكون سبب لجره في في إيه الى الجنه قصة, قصه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على اليهود الطفل اللي بده يتوفى فقال له قل لا اله الا الله ابو, أبو اشر له هيك مم. فيعني اطع قال له اطع ابا القاسم فتشهد فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشد فرحا لما قال يعني اكثر من حيز الدنيا كلها نعم, نعم قال الحمد لله أن ينجو مسلم على يدينا ايوه اكرمه الله أن, ان ينجو انسان على, على يدي انا اشكرك شكراً جزيلا شيخنا الفاضل على هذا الكلام الرائع والرائع جدا الله يحييكم بارك إيه. الله فيكم ان شاء الله. الله يكرمك اعزائي المشاهدين والمشاهدات امراه فرعون عندما رفعت يديها الى الله سبحانه وتعالى تدعوه قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه فلاحظوا قالت ابن لي عندك ولم تقل ابن لي بيتا في الجنه عندك فهي طربت الجار قبل القرار لذلك ونحن في دنيانا نبحث عن جيراننا قبل نبحث عن جمال دارنا، فمهما كانت الدار جميله، اذا كان الجار يسيء فلا حياه ولا سعاده. وهذا هو شعار الاسلام الاكبر الذي دائما يسعى الى الصلح المجتمعي والسلم الاهلي، الى التوافق والتوحد والتعاضد، هذا هدف الاسلام الذي يريد ان يقوينا دائما، الذي اوصانا بالجار وما زال جبريل يوصي النبي ويوصينا من بعده بالجار حتى نظن انه سيورثه. احرصوا على جيرانكم لا تؤذوهم بل بالعكس أحسنوا إليهم فهذا طريقنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى أشكر لكم حسن متابعتكم ولأن ألقاكم حلقة جديدة من برنامج والصلح خير أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته